يقلع صح حامد ياك اهلا صباح الخير عليكم مشاهدين شوف تي في في البث المباشر من مدينه الدار البيضاء اللي دائما معنا في هذا اكبر سوق في الدار البيضاء اللي جينا نسولوا اثمنه ديال الخضر والفواكه شحال الاثمنه ديالهم كيف ما كتشوفوا الاسبوع الفارط كان شويه الثمن طالع ديال بالنسبه للخضر لا بالنسبه للفواكه جينا اليوم ان شاء الله وطالبين ان شاء الله ربي ان شاء الله يكون السوق عادي يعني ما يكونش طالع كيف ما كان قبل كنتمنوا من ربي ان شاء الله يرفع علينا الوباء هذا باش ترجع هذه الحياه للطبيعه ديالها ويرجعوا الناس كيف ما كانوا ترجع الاوقات كيف ما كانت. صباح الخير اختنا ندى صباح الخير خويا السلاوي احنا كنتسناو في احد الباعه باش يجي ان شاء الله عرض علينا مسكين باش يجي ان شاء الله يقول لنا اشمنه ديال الخضر وعاد نشوفوا ان شاء الله الفواكه اللي بغى شي سؤال مرحبا ماشي مشكل مزيان يكون خاوي الاخت فاطمه ميرسي خويا الفلالي على لاش تاك احنا عايشين ان شاء الله ونسولوا على كل شيء صباح الخير المعلم كيدير بخير صباحك مبروك جينا نسولوك على الاثمنه ولكن بغيناك تسالي الخدمه ديالك باش ما نبرزطوكش الخدمة ديالك هي الأولى صباح الخير خويا مصطفى هاد السوق خويا ختي ندى حنا الآن في هاد السوق بالدار البيضاء سوق الجملة الدار البيضاء أكبر سوق في الدار البيضاء مازال أخي محمد ما سولتش باقي يعني الله غنسول في الأثمنة كنتسنى في أحد الباعة يسالي واحد الكليان هو يبدا معايا يقول لي الأثمنة ما بغيناش نديرونجيه خليه يبيع ويسري على خاطره ها غنسولو على كل شيء ان شاء الله البطاطس بالنسبه للبصله بالنسبه للسفله ان شاء الله كل شيء كيف ما كتشوفوا معنا تبارك الله الخير موجود عنده جميع الخضر باغي تقدا عندي ولا غنضيع معاك الحجر على الاثمين؟ ها؟ لا خويا انا ما بغيتش داك الشيء. شوف
سهوله ان شاء الله. ثم هو السوق شويه. صباح الخير العمو. بخير. شحال الفلفله؟ 100. هذه الحمراء 100 ريال. وسلاوي 70. الخيار عفوا الخيار 70 ريال. القرعه شايه 100 ريال. والبنجال 70 ريال. وبالنسبه للمطيشه ولا لي خدمه باش الدراهم يعني السوق رخيص شويه عمي اليوم ما طيحش. وشال الفلفل شال بالنسبه للفلفله الحمراء والصفراء شامه هذوك اللي شويه كاع 160 160 ريال. اذا طالعين شويه في الشمال. والبطاطا ما عندكش بطاطا عندنا. اللوبيا هذه شحال دايره؟ 6 دراهم. شكرا عمي اصبحك مبروك. لا لا خطيك شكرا. كيف ما شفتوا معنا عجبنا شويه نازله ما طالعاش كيف واقفين. سولوا على الفويس مثلا. السلام عليكم. صباح الخير. شحال الثمن عندي؟ 11. هابط شويه اليوم ماشي بعد من 11 12 13 على حسب الجوده ياك. كيف ما كتشوف معنا التفاح هنا تبارك الله تفاح كاليتي زوينه. 11 12 درهم 13 درهم هذا الشيء بالنسبه للتفاح. شكرا عمي صباحك مبروك. خويا الرمان شحال واصل؟ الرمان والليمون مندرين 6 درهم 6 درهم. الله يحفظك اخويا. كتشوف معنا 6 درهم 6 درهم لا بالنسبه للمندرين لا بالنسبه للعنب. دونك هذا هو يعني اثمنه بات لي اليوم طايحه شويه مقارنه مع المره اللي فاتت. كنت جيت كنت لقيت كان شويه السوق طالع كان معي كان معي ان بيك ارفع هذا الوضع. السلام عليكم. شحال وصلت؟ 3 دراهم تبارك الله. 3 دراهم. اذا الحمد لله اليوم طايح السوق شويه لا بالنسبه للخضار لا بالنسبه للفواكه. شحال اخويا البصله شحال؟ 70 ريال. الحمد لله كيف ما شفتوا معنا يعني الاخر 60 الاخر 70 يعني كاين الفرق بزاف في الاثمنه يعني ولا حسب الجوده عاوتاني ما يمكنش نحكموا تنشوفوا الجوده ديال الحاجه عادي نكلموا عليها. تبارك الله كان موجود. صباح الخير خويا. سلام. واش عمو بخير؟ انت اليوم هو اللي جيتي الاخر دابا غنختم بك الصوب. شفنا الاثمنه اليوم الاثمنه طاحه شويه طاحه شويه ياك. شفنا البصله بالنسبه للبطاطا جا صافا بخير بعدا كيبقاش يمشي الوالد ديالك بعدا. الله يرزقك الصبر اخويا. الله يحفظك. ما تنساوش تداعوا مع السيد المسكين اللي كتشوف عليه الاب ديالو مسكين الاسبوع الفارط. نتمناو ان شاء الله من ربي ينزل عليه الرحمه ان شاء الله. مشي معنا خويا بشحال هذه الشونيه هذه الحاره حاره هذه هذه جديده ديالك كنتي قلتي لي غادخل. هي هذه الشونيه غاليه شويه دايره دابا طاحت شويه
واحد شوف دير دير هذه 900 ريال 940 درهم 940 درهم غالية شوية وهذيك السوريزه راه طاحت شويه دايره السوريزه دايره الصندوق قول حنا الصندوق الصندوق 16 درهم 80 درهم 70 درهم تبدا هي من 1000 ريال حتى لواحد على حساب الجوده ديالها عاوتاني والغلط ديالها فوالا البصله خويا الموسم ديالها طالع البصله دابا راه طالع السلام عليكم هذا السيد اخي صباح الخير عليك الحمد لله من البطاطا الاخ معنا من البطاطا ثلاثة درامونز هي من الجودة على حسب الجودة تبدا من 3 درهم حتى 3 درامونز هادشي اللي شفت هادشي اللي شفت على حسب الجودة هادي هادشي اللي قلت انا من 3 درهم 3 درامونز 53 سنتيم اللي زيد فيها والحامض الحامض اخويا الجودة فيه 7 درهم 7 درهم 7 درهم تبارك الله تبارك الله بين غلا دل العصير هذا تبارك الله هل ده بالنسبه للحامض هذا اللي هذا هو اللي كان 4 درهم 3 درهم وبالنسبه لاخر الاخر الجود الاخر بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا العصير العصير والجود هذاك واه والبطاطا البطاطا شي البطاطا شويه هذه 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 غادي يدير هذه دايره 6 درهم والبيضة شاية 6 درهم داتا بحال بحال 6 درهم 6 درهم من 5 درهم 6 درهم الله يحفظك شكرا شوف تافي شوف تافي خويا شوف تافي قول لنا شحال 3 درهم بطاطا الحمد لله بعدا راه رخيصة العام هذا ومازال ترخاص 3 درهم ان شاء الله مازال هذه السيمانة ان شاء الله باقا درهم هذه بالنسبة لي درهم هذه درهم هاي بقى بالطريبة ديالها وهادو كلشي 3 درهم 3 درهم ديال الفريش هادي 90 ريال وغطاحت شي كمان شوية غطيحة الحمد لله الحمد لله على كل حال شنو يعيش دابا الحمد لله دابا بدا الرخلة بدا الرخلة ومازال كنتمناو كثر كاع الحمد لله كنتمناو ان شاء الله كيف ما شفتوا معنا مشاهدينا الكرام يعني الاجواء جميلة في هذا السوق الحمد لله الله يرحمنا الله يجيب الشيوة وصباحكم مبروك بعد الصحة والراحة الصحة والراحة الله يحفظك الصحة والراحة الله يحفظك الله يحفظك كيف ما شفتوا معنا الإخوان احنا الحمد لله المغاربة الأهل ديال كيرحبوا بك في الممشيشي كيف بغينا نشكرهم على الترحاب ديالهم كيف ما شفتوا معنا السوق على حساب الجودة والسوق والسوق طائح يعني طايحة الديامات هذه الحمد لله بالنسبة للشيوة للسبات وهذا الشيء اللي كنتمناو كنتمناو دائما الاشبيلي يكونوا في متناول كاع المواطنين ان شاء الله باش كلشي يكون فرحان وربي يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله هذا الشيء اللي كنتمناو جينا في النهايه ديال البث غنيو هذا البث في بث اخر ان شاء الله دمتم في رعايه الله واللقاء تبارك الله عليكم المشاهدين الكرام صباحكم مبروك الله يسهل عليكم